طمأن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل الزحليين إلى أن وزارة الطاقة وضعت خطة عمل لكهرباء زحلة، وذلك بإبقاء التغذية 24/24 مع تخفيض في التعرفة والتكلفة عليهم. كلام أبي خليل جاء خلال جلسات حوارية نظمتها اللجنة الإعلامية للتيار الوطني الحر في هيئة قضاء زحلة بعنوان بدنا نحكي السياسة، بحضور النائب سليم عون والوزير السابق جابي ليون، إضافة إلى مديرين عامين وموظفين في القطاعين العام والخاص وناشطين في التيار. جمعت الفريق وقلنا بدنا نعمل خطة لحتى ب 31/12 ل 2018 بتبقى بيقطع بيجي واحد واحد وبتبقى الكهرباء 24/24 بكهرب بمنطقة زحلة، ما رح تنقطع الكهرباء، ما رح نرجع على التأنين بأول سنة 2019، إنما اللي رح يتغير إنه أكيد الكلفة رح تقل، رح نبقى 24/24 إنما الكلفة رح تكون أقل. وتحدث أبي خليل عما وصفه تعطيل ممنهج لمشروع العدادات الذكية بذريعة أن إسرائيل تستطيع التجسس من خلالها، مذكرا بتحويل معملين إلى الغاز الطبيعي منذ العام 2010 وتوقف معمل دير عمار بسبب مشكلة على الضريبة على القيمة المضافة.